طيب علشان بس في النقطة دي ناس كتير اتكلمت فيها، بيسألوا على دايما أنواع أقلام التحبير وإيه أفضل مقاس سن نشتغل بيه في الرسم عموما أو رسم الكاريكاتير بشكل خاص، لأننا هنا متخصصين في الكاريكاتير أكتر. عاوز أقولك إن في حاجات كتير أنت مش يعني محدش هيقولك عليها، أنت هتكتشفها وهتكتشف نفسك معاها من خلال التجربة. علشان كده دايما بقولك اشتغل كتير، استخدم أدوات مختلفة كتير، ما تستناش حد يديك المعلومة اللي هو يقولك على فكرة أفضل حاجة، أفضل سن قلم اللي هو السن 10 أو السن 8. إيه لا، يعني من خلال تجربتك انت انا ممكن اقول لك مثلا مقاس انا برتاح فيه او بحس ان انا بشتغل بيه احسن بالنسبه لك يكون لا. زي اول ما انا اشتغلت بقلم الرصاص، بحب قوي القلم يكون خطه تخين، يعني خطه تخين كده وتقيل، وانا بحب ده. تمام، في غيري بيحب اللي هو الاتش بي او اللي هو الدرجات الاتش اللي هي بتبقى خفيفه ويقدر ان هو يتقل اكتر اكتر اكتر. تمام، فدي متروكة للناس. يعني يمكن انت تكون مضطر في استخدام درجات معينة لو انت بترسم بورتريه، اعتقد كده. يعني انا معرفش بصراحة في رسم البورتريه قد كده، بس بشوفهم بيستخدموا اكتر من نوع سن او درجة قلم رصاص او كده. لكن احنا النهاردة هنتكلم عن قلم التحبير، بس خلينا نتفق على حاجة، ان هو ده مثلا ده سن 3، ده درجته كده 3، ده قلم يونيبن، ده اللي انا بفضل دايما ان اشتغل بيه. ده خط رفيع جدا. تمام، لو انت بقى بترسم رسمة صغيرة قوي زي اللي انا برسمها دي مثلا، فهتحتاج ان انت يبقى عندك معاك قلم خط رفيع لو انت هتشتغل في مساحات صغيرة قوي كده، او قلم سنه ادخن شوية اللي هو ده 8، هتلاقيه ادخن شوية. فممكن ان انا ايه بشتغل بيه مثلا لو رسمة أكبر شوية، أو بستخدم مع الدرجة 8 دي مثلا، هستخدم معاها درجة 3 بحيث إن أنا عندي مثلا إيه تجاعيد في الوش أو حاجات كده محتاجة خطوط أنعم، بحيث إن الدنيا متبقاش مكلكعة. لكن يعني هي براحتك، يعني انا مش شايف فيها حاجه مهمه، بس اهم حاجه اقدر اكد عليها ان انت وانت بترسم بقلم مثلا خط تخين ما ترسمش بقى رسمه صغيره علشان ما تبقاش الدنيا مكلكعه. تعال كده نجرب مثلا، شوف انا برسم دي حاجه صغيره، ف يعني ما عاوز ادخل بقى هنا جوه عشان ارسم ملامح الشخصيه دي، فتلاقي ان انا ايه لا انا كده ايه تحس ان انا ايه سويت الدنيا كده. ماشي، ده مثلا خط تخين، ده قلم سبوره عادي على فكره، قلم اللي هو بتاع الوايت بورد، وايت بورد ماركر ده اللي مكتوب عليه. ده بقى برسم بيه المساحات الكبيرة. تمام، ويبقى خط واحد كده، ودايما انا بحب الخط التخين ده ويبقى قوي كده علشان ايه رسمة الكاريكاتير بتاعتك تبقى قوية زي ما احنا اتفقنا قبل كده واتكلمنا قبل كده. دي الخطوط اللي هي البسيطة جدا بالقلم التخين. طبعا لو جبت قلم رفيع او سنه رفيع زي مثلا درجه 3 ده وحبيت ان انا اعمل بيه رسمه كبيره، هتبقى يعني الخط بتاعها هيبقى برضو ايه ضعيف. تعال كده نجرب شوف، يعني ممكن انت تكون بتحب انت المسائل اللي زي دي. انا هرسم مثلا ده كبير كبيره كده، تحس كده ان الخط ايه ناعم قوي. تمام، وان كان برضو يعني مش وحش، بس بضطر ان انا اعيد عليه. يعني انا ما اعرفش، يمكن انا عشان انا متعود ان انا ارسم بالخطوط التخينه ويبقى الخط بتاع الكاريكاتير بتاعي قوي، فما احبوش يبقى ضعيف كده ومش باين منه حاجه. يلا عشان يبقى شبهه يعني كتير يعني. تمام، يعني حسب برضو الرسمه اللي انت بترسمها وحسب اللي انت بترتاح فيه، لكن مفيش درجه معينه تقدر ان انت تقول هي دي الدرجه الانسب وهي دي الاحسن، حسب شغلك انت وحسب ايه اللي انت بترتاح فيه. بس عشان بس ايه كده احس ان الدنيا تمام.